الاستاد مع ليليان نمري. مثل ما بدك بس دايما بدي اطلع على ثاني طابق ليه؟ كل مره باسم بطلعني كل مره بس انت دايما باعلى طوابق يعني شال اعلى طوابق ليليان حبيبتي ما انك مضطره تطلع شو هالجلسه الحلوه الغير شكل بوجودك وشو هالفيشيال الحلو اليوم ليليان نمري انت ممثله لبنانيه معروفه بخفه ظلك من اكثر من 40 سنه تميزتي خلالها بالكوميديا وبالدراما كمان وانت ضيفتنا الليله لنحكي عن كتابك الاول لما الروح بتحكي اللي موجود معنا واللي رح توقعي نهار الاربعاء الجايه وبيجمع ويعني وخلص ب بمعجزه انا بدي اوجه تحيه حتى تقدر تجيبيها معك يعني لعمار صاحب مطبعة العطار يعني مشكورين كثير ومشكورين على الصوره الحلوه كمان اللي رح نشوفها بعد شوي يعني الصورة بتحكي يا ليلى عن جد الصورة بتحكي قلنا لك جوا مش معقول بلاش ندلع على الصورة لأنه عن جد عن جد إذا فينا ناخذها كلوز هلا رح نرجع ناخذها بس مش معقول شو مهضومة هالصورة لليليان فيها طفولة فيها طفولة كثير ليليان هالكتاب رح يجمع خواطر ورسائل كتبتيها من صغرك لليوم وسبق ونشرتي قسم منها على الفيسبوك ولاقى تفاعل كبير ليليان كل شيء كتبتي ونشرتي لهلا من روحك ايه اكيد مشان هيك سميته لما الروح بتحكي ما في شيء مصلح بالكتاب ايه يعني حتى من بعد في اشياء وديتها على المطبعه ماني مصلحتها وماني قاريتها يعني ما عملتي لها يعني قراءه ثانيه او شيء مثل ما طلعت مثل ما كتبت كل شيء مكتوب بالكتاب كل شيء طلع مني يعني دغري يعني انا عاده ما بكتب ست منى بطبع يعني انا بطبع 100 كلمه بدقيقه كل شيء بسترسله دغري يعني نو وندر ليش هالقد ناشطه على الفيسبوك ومع الفانز قد على كمان كثره الفانز بتخليكي كمان تطبعي اسرع يعني شغلتين هيدي والتصوير ايه مش معقولة ايه انا بعرف مش معقولة مش طبيعية دايما كاميرا ليليان بتكون قاطعة على طول تصوير حبيب. فوتوغراف صور كثير حلوين اكيد ست فيرا كمان انا مبسوطة عن جد انه انا معكم يعني انا مشرفني كون عم بحكي عن كتابي واليوم امبارح كتبت بالفيسبوك بكره الصبح رح استلم ابني البكر وراح احكي عنه لاول مره مع منى ابو حمزه في ناس تأثر الله يخلي لك اياه الله يخلي لك يعني ان شاء الله كمان نرجع نشوف اصدارات ثانيه من روح ليليان نمري لروح المشاهدين روح 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 روحي يا عايش جوات روحي يا موقف دقات قلبي يا بلسم لجروحي قررتي تصدري هالكتاب اليوم بهالفترة ولمين بتهديه؟ أنا كاتبة الإهداء يعني بالكتاب، أنا قبل كل شيء بهديه لوطني نعم ولأمي وبيي أكيد وبهديه لفتاة يعني صارت ملك بسبب حادث سير أثرت قصتها في كثير اسمها ريتا وبهديه كمان لصديقي وهبي اللي وقف حدي 4 سنين وكمان توفى وما انا ما بعرفه شخصيا وقف حدي وهو ساعدني وهو اول شخص شجعني اني اصدر كتاب من خلال الانترنت من خلال الفيسبوك تعرفت عليه ويعني في كثير وفى الكتاب ست منى واذا بتفتحي اول صفحه كتبت لانه بتعرفي مشان النقاد قلت لهم اول صفحه كاتبه فيها انا مش شاعره انا بكتب اللي بشعر فيه يعني منو كتاب شعر هيدا بعتقد افصح شعر هيدا افصح شعر ودموعك اليوم اللي طلعوا هن افصح شعر كمان ليليان حبيبتي طول عمرك لما الروح بتحكي كتاب خواطر ووجدانيات بالعاميه لليليان نمري صادر سنه 2013 وموجود اليوم بالاسواق هالكتاب ما في
في صور ابدا لا. ولا حتى لاهلك الله يرحمهم لا. لا. الممثلين الراحلين علياء نمري وشنو تصدت هالشيء ليش؟ لانه هيدا منه كتاب اول شيء فكرت فيها منيح، هو منه كتاب بس عن والد ووالدتي نعم. وما بدي حدا يستغل يفكرني عم بستغلهم لمشي الكتاب. لا انا كاتبه رسائل لعليا وعبده مثل ما كاتبه لكل اللي بحبون، مثل ما كاتبه للبنان، مثل ما كاتبه للجيش اللبناني، مثل ما كاتبه لاصدقاء بحبهم كثير. منه كتاب مخصص لعليا يعني. ولما انا بالنسبه لي كمان انا يعني بعرف بدرك هذا الشيء، انا لما بدي اعمل كتاب عن امي وبيي كمان اخواتي كلهم لازم يكونوا موافقين عليه ويكونوا عارفينه. وبعد مش مفكر انتوا كم واحد بالبيت؟ انا بقى شباب وانا انت وحيده يعني نعم. بين الاربع شباب وقد ايه تسلسلك بالعائله؟ انا الرابع. تسلسل الدرامي الرابع ايه مسلسل الدرامي تسلسل الدرامي يعني الرابع رجع اجى وراك شاب اصغر منك يا قصص عم تكتب اسامينا عزمان الماضي وتمحينا يا قصص عم تكتب اسامينا عزمان الماضي وتمحينا جينا ليليان اليوم الممثلة ندى ريمي عم تستكمل كتابة مسلسل المعلمة والأستاذ اللي نعم. نعرف مع الراحلين هند أبي اللمع وإبراهيم مرعشلي، مع العلم أنه ندى ريمي هي كنتها للراحلة هند أبي اللمع. رح نرجع نشوف عفو وبييرو بهالمسلسل إن شاء الله. يعني ندى حكيتنا أكيد والتقينا وأنا كثير شجعت على الفكرة لأنه يعني ما بيشبه المسلسلات اللي انعادت نعم. ما في يعني شخصية هند وابراهيم ما حدا رح يلعبون فهيدي الفكرة شو رح يصير يعني في جيل جديد ما فيني اقول يعني شو رح يصير بس الحلو انه لانه ما حدا بيقدر يكون محل حدا وبعتقد انه الفكرة كتير 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 رح يحبوها الناس نعم. اكيد اكيد بشرتوا يعني ولا بعد لا بس بعدهم عم بأشر يعني عم ينهوا كتابة المسلسل وان شاء الله ان شاء الله يعني بكون خير وحلو ومهضوم واكيد رح يكون في فلاش باك يعني حسب ما فهمت من المشاهد يعني وجود هنود وبرهوم بالمسلسل هو رح يكون مشاهد فلاش باك قديش هالتجربه رح ترجعك يعني ممكن ترجع معها هيك شوي نوستالجي يعني لهالوقت لهالاشخاص كثير كثير بس بدي اقول نقطه على الموسيقى انه الموسيقى جوزها لندى كان صغير هو اللي اختار الموسيقى تبع المسلسل يعني هو ابنه للمرحوم انطوان ريمي ابنه لانطوان ريمي جوزها لندى يمكن ندى ما معه خبر عم بقولها اول مره بتذكر دخلنا على الاستوديو عم بقول له لاستاذ ابراهيم كنا عم صور اول حلقه قلت له شو هي الموسيقى قال لي شو بعرفني ابنه لانطوان نقيها بس هي قطعه مهضومه طلعت مهضومه وضلت في الذاكره يعني حفرت ليليان عم بتطلي يوميا ضمن برنامج من يوم ليوم الحواري على قناتها وعم تطرحي فيه مواضيع انسانيه اجتماعيه بيئيه طبيه واحيانا فنيه يعني فيها كل شيء من شخصيه ليليان ومن اهتمامات ليليان وانت سعيده جدا بهالتجربه وتمثيليا رح نكون على موعد معك بشهر رمضان المبارك ضمن مسلسل حدود صديقة مع باسم يخور جابرييل نعم. يمين وعدد كبير من الممثلين السوريين واللبنانيين ليليان بدنا نسمع منك شيء من روحك اللي ايه بختار شيء هيك شيء كثير يعني ما ياخذ وقت اكيد ميرسي ختيارنا مش ما لا والله بعدك بحس شبابي هيدا بيقولوا له الكزلك معك علم كذلك الكزلك كذلك اوكي رح اقول شقفه منها على السريع وهيدي بهديه لكل عسكري من جيش بلادي للمغوار قومي يا سعده هي باخرها قومي يا سعده فوتن الغنمات يمكن ينشاف عيونك ما يعود يتهدى قومي رجع شيخ الشباب اللي كان عم بيدافع عن ارضه رجع تيرقص النسوان حد الحطب ويملوا المي جرار من العنب يبرموا على الناس بكاسات دم العدا ويوزعوا على الناس عز دعساته
قومي يا سعدة. رجع المغوار، رجع والعز مطرز على كتافه، قومي نهزي. رجعوا معه الغنمات وهالصيف فرح وبسط من لمس دياته. خطة آدم كن عالقارب هالسيارة، انت الأحبة والكون الصدارة. خطة آدم كن عالقارب هالسيارة، انت الأحبة والكون الصدارة. خطة آدم كن عالقارب هالسيارة، انت الأحبة والكون الصدارة. ان شاء الله كل مره بنستقبلك باصدار وهالكلام الحلو اصلا ما بنشبع منه. ليليان رح نعمل لك فورماتي بيشبهك. بيشبهك. اوكي ليليان نمري وانترفيو حره. ليليان لبنان حر. بقوم الله. الكاتب حر؟ للأسف بهالأيام لا. الممثل حر؟ أبدا. اللي بينتحر حر؟ هذا بكون اختياره بس أنا ضد الانتحار أكيد. في فرق بين إنه ينتحر في فرق إنه ينتحروا. أي واحد حر أكثر؟ لا هو إذا انتحر هو حر أكيد. بس مش حر ياخذ روحه حتى. لا أكيد. أي لبناني حر؟ أي لبناني حر ما بيخاف. اللي بقول كل شيء من دون خوف، ما بيخاف من شيء. لأنه خاصة إذا كان اللي عم بقوله نابع من القلب، من شو بده يخاف؟ ما بيخاف إلا من الله. اجيب لك الكارت اللي بدها اياه. ايه بس حرة. ما تقلي انزلي على الكرسي. كل شيء الا هيدا يا كيتي. كيتي ما تقولي يا فلاوي بعصر. هلا اللي راح اروح اكتبه هلا شو هو؟ كتبتوا لي اختاري ستيتس ملائم لك على الفيسبوك تصفين فيه حالتك الان. اوكي شو انا اللي راح اكتبه هلا بس روح راح اقول انه انا كثير كنت سعيده انه موجوده معك اليوم نحن وبشكر كثير يعني بشكر برنامج حديث البلد اللي ضويته على كتابي اللي كتبته من الروح وكثير سعداء بالسيدات والاسياد الموجودين معنا كمان. تسلم. سبع بعد عندك اليوم مقابلة مع اليو ان. نعم. بخصوص البحث بالتفاصيل. نعم. يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير ومشكورين كثير على المساعدة.